صباح الفل على كل متابعي برنامج أكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من التجمد الخامس أو معروف باسم التجمع الخامس. مهم أمبرساند اسم غريب. أمبرساند هي الاسم الحقيقي لعلامة الأند. إيه قصته دي بقى؟ دي هنعرفها في الانترفيو. عادةً ما بحبش أعمل الريستورنت أند كوفي شوب، لأن بيبقى التركيز الرئيسي على الـ الـ الشيشة والمشروبات، وبيبقى الأكل مجرد مكملات، يعني بيبقى فيه الأكل الأساسي بس عشان الناس لو جاعت تاكل. نادراً جداً 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 ما بيبقى مطعم بيعمل أكل حلو ومختلف وهو أصلاً كوفي شوب بتاع قهوة وشيشة. النهاردة المفروض إن الموضوع مختلف شويتين ثلاثة. تعالوا نعيش التجربة مع بعض ونشوف عندي حق ولا لأ. بس عجبني الكونسيستنسي بتاعت الشوربة، برافو للي فكر وبرافو للي نفذ. اللي فيما بعد هاخد شوية رز ابيض كده قليل قوي ومحطه هنا واسيبه يشرب من ده. مساء النور، مساء حضرتك. الأول عايزين نبتدي بالاسم، ليه ومين وفين، ويعني ليه اخترت الاسم ده بالذات وإيه قصته؟ احنا الاسم اشتريناه كان existing place في الزمالك. Ampersand ده اسم العلامة بتاعت الاند في الانجليش، بتسمبلايز انه it's a social place، يعني مكان اجتماعي. مكان اجتماعي، يعني الناس بتحب تتقابل تقعد في مكان يبقى في صحاب عيلة. It's a full of regular customers موجودين على طول، بيجوا هنا باستمرار. okay. انت قلت لي انك اصلا بدايتك في شغل المطاعم انك عندك مطعمين في نيويورك فرنسا في امريكا. واسمهم Red Oak. طب انت مبتدي بروجكت في امريكا وobviously ناجح، ليه ما فتحتش هنا وكانت تبقى international chain أو international brand بيفتح في مصر و owned by مصري، يعني ملك مصري، ليه غيرت الاسم؟ احنا كنا عايزين نخش نبقى موجودين في مول عشان السيرفيسز بتاعت المول وكده. اوكي. فهم داي بريفير اولويز البورتفوليو يبقى موجود في مصر واوريدي. يبقى عندك اوريدي خبره يعني في مصر. فعشان كده اخترنا ان احنا نشتري براند كان موجود في السوق المصري اصلا. طب بعد ما اشتريت البراند ودخلت ما غيرتش الاسم ليه؟ ما انت ممكن تعمل كده. يعني خلاص اوكي، احنا اشترينا البراند وعندنا بورتفوليو ودخلنا في المول، نحط الاسم بتاعنا بقى اللي هو يعني تعبانين فيه. انت قعدت كام سنه بتعمل؟ احنا فاتحين من 2010 هناك ولغايه دلوقتي اكزيستنج. طب 14 سنه يعني. يعني anyway. طيب المنيو بتاع Red Oak في نيويورك هو نفس المنيو هنا ولا في اختلاف؟ في حاجات سيميلر، لا بس مش كله طبعا، لانه السوق مختلف والكاستمرز مختلفه، فيعني في حاجات طبعا اتظبطت على ذوق السوق المصري يعني. اوكي. دايما بتخوف من ان انا اعمل حلقات في ريستورانت اند كوفي، يعني اللي هو كوفي شوب ومطعم. بحس انه المنيو بتبقى ايه المين اتراكشن او اللي بيدخل فلوس اكتر هي القهوه والشاي والشيشه والكلام ده، وبتبقى الاكله حاجه على جنب كده بس عشان لو حد جاع، ما بيبقاش تخصص. انت كاسر القاعده شويه وعامل فول منيو كبير، اطباق رئيسيه وسلطات وشوربه وبيتزا وباستا ومين ديش
هلمة يعني. فهنا لازم اسال بقى، تركيزك كان من الاصل على المطعم ولا على الكوفي شوب؟ لا على المطعم. وده اتحط كده باي ذا واي عشان الناس كلها بتشايش. طيب اوكي، احنا هندخل على الاكل، وزي ما بقولك دايما ببقى متخوف في حتة الكوفي شوبس اللي بتعمل اكل دي، ببقى متخوف شويتين ان ده مش تخصصهم او مش نقطة القوة عندهم. ربنا يستر. لا ان شاء الله هنكون مرضيين يعني. سؤال بس اخير قبل ما اختم معاك، لقيت اي مشاكل لما جيت نقلت ابتديت تشتغل هنا في مصر، لقيت اي مشاكل فيما يخص الانجريدينز او الحاجات اللي بتستخدم في الاكل، ولا لقيت كل حاجه؟ لا سو فار كل الانجريدينز موجوده في مصر الحمد لله يعني. ولا انت اخترت انجريدينز موجوده في مصر؟ بنظبط طبعا، الشيفات بيظبطوا على اللي موجود في مصر، بس لا يعني مصر الحمد لله فيها سوق متاح لكل حاجه يعني. اوكي اشكرك، ندخل في الجد. اول فقره خفافي، شوربه، سلطه، ابيتايزر، ساندويتش، برجر، خفيف كده. نبتدي بالشوربه طبعا لانها يعني نبتدي بان احنا نقول دي مش معلقه شوربه، بس anyway. ما انا قلت لكم بقى المطعم اللي بيبقى اصلا كوفي شوب بيقلقني، بس خلينا نشوف. طعمها حمضي شويه، بس خلينا نقول ان هي معموله بجبنه ريكوتا، يعني هي توميتو سوب شوربه طماطم بجبنه ريكوتا، فملحه شويه، مش ملحه سوري، هو حمضيه is the right word يعني. طعمها مختلف عن الفريش توميتو سوب اللي متعودين عليها، غالبا بسبب ريكوتا، وده بيبقى جارليك بريد. طبعا عمرك ما تعمل كده في مطعم، بس انا يعني لا استحي فيما يخص لما ببقى نفسي اعمل حاجه. اوكي، ممكن موسم الطماطم لان هو عاملها بطماطم فريش، بس عجبني الكونسيستنسي بتاعت الشوربه، الكثافة بتاعتها مظبوطة جدا، ولا خفيفة ولا تقيلة بزيادة. طعم الطماطم الفريش طبعا باين جدا في البق. ثم طعم الجبنة ريكوتا، بس هي أحلى حاجة لما حطيت التوست جواها. طيب دي بقى السلطة، وهي سلطة الأول نقول بس الشوربة بكام؟ ب 75. السلطة دي اسمها فيتا بيتروت سالاد، يعني سلطة جبنة فيتا بالبنجر. دي فيها جبنه فيتا وبنجر وتفاح اخضر وبرتقان وخس، وبرده جبنه روكا تشيز مع زيت الزيتون، ده الدريسنج بتاعها. وشايف كده زعتر، ده زعتر ولا ايه؟ تخيل زعتر مش باينه الحته الصغيره دي قوي، هيبان في الطعم. نعمل ايه بقى؟ انتوا عارفين دايما انا بحب انا اخد البرفكت بايت، فتلاقيني خدت الجبنه مع البنجر مع التفاح مع الخس، في ايسبرج كمان يعني، في كابوتشا وايسبرج.
ميكس حلو قوي، مزازه التفاح الاخضر مع البرتقال والبنجر مع الجبنه الفتة مع زيت زيتون. سلطه حلوه وهيلثي جدا، اللي بيحبوا السلطه. ودي ب 140. ثم نيجي لده، وهو ما لقيتوش غير في مكان واحد بس في مصر الى جانب النهارده، مشروم. وقع الغطا منها التحميرة يعني. المهم مشروم محشي جبنة بلو تشيز يعني، او بلو تشيز اللي هو زي الروكفور يعني، بس الروكفور دي ماركة يعني. المهم اتفق في الطعم جدا، لكن البريدنج سميك شويتين. لا بالنسبة لي البريدنج تخين شويتين، المفروض تبقى ارفع شويه، بس ده ذوق شخصي. وبالذات ان انا ذقتها في مصر قبل كده معموله ارفع شويه، فبالتالي طيب نيجي ده بقى. ده البرجر محطوط في عجينه وبعدين بكل تفاصيله وبعدين بيتحمر كله على بعضه. عايز اوريكم شكله كده. ده حلو قوي. معطين جواه خيار مخلل كمان متحمر معاهم. طعمه حلو قوي. انا ممكن ازود عليه ايه؟ لا الحمد لله، اصل لقيت هنا متلحوس افتكرت جيب كمي. ممكن ازود عليه ان الخيار والطماطم والخس اللي بيتحطوا على البرجر يبقوا بره، يطلع لي ده سخن افتحه احط فيه الحاجه واكله، عشان انا بحب الطبقات. بس هو طعمه بيرفكت، اللحمه بالعجينه بالجبنه اللي عليه من بره بيرفكت، مش محتاج تعديل. انا بقول لك مزاج انا يعني. وطبعا دي بطاطس المحمره العاديه خالص، دلوقتي مش بتذوقها انا بس عشان بحب البطاطس المحمره بس مش اكتر، فبستغل الموضوع ان انا بدوق واقول رايي عشان اكل شويه حاجات بتعجبني يعني. طيب السلطه قلنا سعرها، الفرايد مشروم ب 100، والكورزو فرايد برجر ده اسمه كورزو فرايد برجر ب 205. فقرة أولى مش بطالة أبدا، أحسن كتير مما كنت متخوف عشان فكرة الكوفي شوب. لا هم عندهم مطبخ محترف. تعال ندخل بقى الفقرة التانية اللي هي فيها المندش ونركز فيها قوي. وتاني بقول لكم دايما التعليقات بتاعتي بتبقى ذوقي الشخصي، لان الاكل اذواق، فانت ممكن تيجي تاكل تلاقي نفسك مبسوط بالحاجات اللي ما عجبتنيش انا، ده طبيعي جدا. ننتقل الى فاصل.
جينا للفقرة التانية وهي دايما الفقرة المحببة إلى قلبي لأن فيها الغبر كلها. طيب ده اسمه ستيك كاشياتوري، سلايزز لحمة، شرايح لحمة معمولة بكاشياتوري صوص، ده صوص اسمه كده، مع فاصوليا بيضة، المفروض هالوبينو، هما مش عاطين لي، ساور كريم، والسايز بقى اللي معاها اللي هي بينزل معاها تو سايز، هو نزل لي بطاطس البيوريه وخضار سوتيه. طيب ندوق. طعمها حلو، ملح شويه بالنسبه لذوقي. انا هعمل حاجه بقى لان هو حاطط الساور كريم وده وبعدين اللحمه، فانا احب استخدم الحاجات اللي موجوده في الطبق بتاعي. حلوه قوي الميكس ده، الساور كريم كسر شويه اللي بالنسبه لي انا مالح شويه، لحمه تندر جدا ناعمه تحفه، والطبق ده ستيك كاشاتوري ب 320. بعد كده عندنا البولو ريكوتا، ده بالسبانخ والجبنه ريكوتا، فراخ بالسبانخ والجبنه ريكوتا، من قطعه السكينه كده واضح ان الفراخ مستويه حلو قوي. طبعا الجبنه ريكوتا طعمها قوي فمش باين قوي طعم السبانخ، بس التوتل في الاخر في بقك حلو قوي، يعني المحصله في الاخر ان الطعم جميل. هعمل بقى انا حاجه صايعه لفيما بعد، هاخد شويه رز ابيض كده قليل قوي واقوم حاطه هنا واسيبه يشرب من ده وارجع له بعدين. بطاطس ما يسمى بالبطاطس الويدجز، خلطتها حلو. ثم ده بقى لان انا كنت مهتم قوي ان ادوقه لان مستخدم حاجه بتستخدم عاده في السلطه اللي هو البلسامك، هم عاملين الفراخ بالبلسامك، فراخ مشويه عليها بافالو تشيز وبيستو اللي هو الريحان وطماطم مشويه وبلسامك صوص، وبرده اللي هو تو اضافتين. فعلا قوي. انا معرفش دي فكرة مين، بس هي برافو للي فكر وبرافو للي نفذ. طعمها حلو قوي. هاخد واحدة كمان. بيرفكت. بعدين نيجي بقى ماستر بيس، نقول بس الطبق ده بكامل الاول ب 235، واخر حاجه الجورجونزولا ستيك، ده معموله بالبلو تشيز. الجورجونزولا نوع من انواع البلو تشيز وعليه بصل شرايح رفيعه محمر وذره
وفرايد سويت بوتيتوز. لا انا عايز الفرايد سويت بوتيتوز بتاعتي فين؟ فوق هنا اللي هو ده. حاطين الشعر ده، ده بصل الاصفر، ده بصل، والاغمق شويه ده بطاطا. ده هنحط عليها الصوص، ده صوص الجبنه الجورجونزولا. اوكي خليك هنا. وبعدين ناخد الاول، ناخد حته بالجبنه بس. انا بعتذر على الصوت بس لان هي الطاسه من تحت مخططه، فعشان كده مغرر الصوت ده يعني. حته اللحمه حلوه قوي، والصوص معمول حلو، والجبنه الجورجونزولا واضحه جدا. ربنا ما يقطع لي عاده، نفسي اروح بلبسي نظيف حاجه. اوكي عايز اجرب بقى ب اللي هو نشاره البطاطا والبطاطس اللي هم حاطينها فوق دي. استنى بقى كده. بالنسبه لي احلى طبقين هما الاثنين دول. بالنسبه لزوي انا ممكن اخد قطمه كمان. طبعا الكرو كله قاعد بيبص قال لك هخلص الطبق مش هيسيب لنا حاجه. خد قطمه صغيره، قطمه صغيره معلش يا جماعه. لا بجد حلو، بجد حلو قوي. طبعا انا بحب اللحمه ميديوم ويل، بس هو الصح للاسف هو الميديوم رير. خبراء اللحمه يقول لك ان احسن طريقه تدوق بيها اللحمه هي اما رير، وده صعب قوي في مصر، نادرا ما تلاقي حد بياكل رير، او الميديوم رير. ميديوم ويل ده بدايه الفلح بقى، ده اللي هو انا. ويل دان ده ما بيفهمش في اللحمه. يعني مخرجه بتاعت البرنامج بتاعتنا بتاكل اللحمه ويل دان، ده اللي هو حته كاوتش، والدي او بي المصور كمان الحمد لله حته كاوتش. طيب والدورة عشان انا بحبه مش اكتر. انا عارف السويت كورن ده اللي بيجي مجمد ده، عارف طعمه. طيب بكام الطبق ده يا سيدي؟ ب 350. الطبقين دول من ورا العقل. طيب اقر انا الموقع ادناه اني ظلمتهم قبل ما اجي اكل، لما نهله قالت لي على المطعم اللي هنصور فيه، ودخلت وبصيت ولقيت فيه شيشه ما توسمتش خير قوي. دخلت ولقيت ان هو كوفي شوب وريستورنت، ومن تجاربي ان عاده اللي بيبقى مركز في الكوفي شوب المطعم بتاعه بيبقى ضعيف، بيبقى سد خانه ان اللي جاي يقعد عنده ويشرب الشيشه وبتاع مش عارف ايه، لو جاعي يلاقي ساندويتش يلاقي حاجه ياكلها بتاع. لا اقر واعترف ان هم عندهم مطبخ بروفيشنال جدا، و اكشلي الطبق ده كمان كان حلو قوي، واستمتعت بالاكل معاهم بافكار حلوه. هل الشيف هو سبب هذه الافكار، ولا مايكل كواحد عايش في امريكا وعامل مطاعم في امريكا؟ ما اعرفش، ولكن المحصله في الاخر ان الافكار حلوه والتنفيذ حلو. قد اختلف في بعض التوابل او يعني زي ما بيقولوا الحياء، وللاسف في مصريين كتير جدا ما يعرفوش كلمه حياء دي اللي هو الملح في الحاجة، ولكن ده زي ما بقول أذواق. أنا ممكن أكون بحب الملح خفيف في أكلي عشان أستمتع بباقي الحاجات اللي في الطبق، وناس تانية بتحب الملح. تجربة حلوة جدا تستاهل إن أنا أجي لها من زايد لحد التجمع بصراحة، وأرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت. والحقيقة أنا كنت حاطط الرز ده لسبب ما، بس خايف أبعد اللحمة لا ينسفوها كده. ليه بقى؟ الرز مع اي صوص عجبك بيبقى تحفه.
بيبقى تحفة، بالذات لو هو رز كده ستيمد يعني مش يعني. عيب عليكم، عيب عليكم، انا ما تسميتش الاكل من شوية، عيب عليكم. الرز مع الصوص فظيع فظيع. شوفكم في حلقة تانية من الاكل ان شاء الله.